حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، واهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة وتغطية خاصة من خلال برنامج معتمد حول زيارة الأربعين. راح اتعرف على اليوم الطاقة الإيجابية والتربوية للزائرين من خلال ضيوفي اللي راح يشاركوني الحديث. بداية ارحب بالأستاذ نديم البلداوي الناشط التربوي، حياك الله أستاذ نديم. أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا حياك أستاذ. بحضرتك، وأيضا ارحب بأستاذ سرمد سلام الإعلامي، حياك الله أستاذ سرمد. حياك الله أستاذ، نورتنا، مشتاقين لحضرتك. شكرا جزيلا الله أختي يخليك. العزيزة، الله يخليك. بداية نبدأ الحديث مع أستاذ نديم البلداوي. أستاذ نديم، أكيد حضرتك تشوف اليوم الزيارة الأربعين وتوجه الكبير إلى كربلاء المقدسة، اليوم طاقة إيجابية، بالتالي ما هي رؤيتك اليوم للزيارة؟ أولا نعزي العالم الإسلامي وأبناء شعبنا العراقي والأمة الإسلامية بذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، ونتمنى أن تكون هذه المناسبة هي مناسبة الأربعينية الإمام الحسين، هي مناسبة عظيمة لوحدة الشعب العراقي وإعلاء كلمة الحق، وأن نكون سائرين على درب الإمام الحسين. حسب ما اطرقت إلى سؤالي، طبعا هذه المناسبة هي مناسبة هي سنوية، وهذه المناسبة هي مناسبة الأربعينية الإمام الحسين، لم تكن وليدة اللحظة ولا وليدة هذه الأعوام، بل جاءت عن طريق الشعور المتواجد عند كل إنسان شريف سار على درب الإمام الحسين. اليوم نلاحظ هذه الجموع المليونية، وليس نقول هذا اليوم بقدر ما نقول كل هذه السنين، على مر السنين مثل ما نطرق نشوف سنة بعد سنة تزيد العزيمة والهمة لدى كافة أحرار العالم في هذه المناسبة. اليوم طبعا وخلال هاي الأيام نرى من خلال الشارع العراقي بصورة عامة، ليس نقول فقط بأنه صوب مدينة كربلاء، ولكن كل المدن التي تواجد فيها محبي آل البيت عليهم السلام، لاحظهم اليوم يتوافدون من كل بقاع العالم، ليس فقط المناطق الشيعية حسب ما معروف عند الناس، بقدر ما نقول أكثر أغلب أبناء الخط الإسلام بأن بدأوا يتوجهون إلى صوب مدينة كربلاء، مدينة الشهداء، مدينة الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، مدينة الشهداء، مدينة الجهاد، مدينة يعني شوفين كل هاي المدينة اللي قدمت ما قدمت من شهداء، ما قدمت من تضحية، من فداء لخط آل البيت عليهم السلام. نعم أستاذ نجيب، خليك ويانا، ننتقل ويا أستاذ سرمد. أستاذ سرمد، برأيك اليوم البعد الإعلامي لزيارة الأربعين من الناحية الإعلامية؟ رسالة عظيمة جدا، وإحنا كعراقيين نفتخر بهذه الخدمة، والله سبحانه وتعالى خصنا بهذه الخدمة حقيقة. نعم. يعني إحنا لما رب العالمين يحمنا، يعني ما كان خلانا نخدم ونقدم هذا العطاء العظيم. أنا أتحدى كل دول العالم بأن يكونون مثل كرم العراقيين. فعلا. الإمام الحسين سلام الله عليه عرف يختار، واختار العراق لأن لديه فشي من رب العالمين، الأرض اللي راح يستشهد بيها راح يكونون هناك موالين، هؤلاء الموالين سوف يقومون بخدمة، وهو شرف عظيم طبعا للقائمين بالخدمة، خدمة هذه الأعداد المليونية. هسه يعني ما أتوقع أي دولة بالعالم تقدر تقدم الكرم العراقي، فهذا يعني فشي عظيم يفتخر به الشعب العراقي، نفتخر به إحنا كعراقيين، ونتمنى الزيادة أكثر. يعني يعني مثل ما يقولون أهلنا هلا بالزوار، مثل ما يقولون أصحاب المواكب هلا بالزوار، إيش قد ما يجي العدد أهلا وسهلا. أنا أقول لك أحد أصحاب المواكب أو أغلب أصحاب المواكب يأخذون كميات بسيطة، لكن سبحان الله ببركة الله سبحانه وتعالى وأهل بيته ودعم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، تشوفين هذه المواكب تخدم 24 ساعة على مدار أيام، رغم ان الكميه اللي ماخذيها وياهم في المنطق والعقل يقول لك كان ما تمشي كم يوم، لكن فعلا. الله سبحانه وتعالى يطرح البركه، وتشوفين سبحان الله فشيء عظيم، كانما يعني وليش كانما، انما هي حقيقه البركه نازله على هؤلاء اصحاب المواكب اللي حقيقه احنا اكرر وعيد دائما نفتخر بخدمه زوار الامام الحسين عليه السلام. نعم. أستاذ سرمد، لاحظ هجمات شرسة بين فترة وأخرى على الزائرين. نعم. قبل بعض ضعفاء النفوس. نعم. يحاولون يعني تسقيط هاي الزيارة، يحاولون تشويه السمعة بمختلف الطرق، لكن نشوف الأعداد بتزايد. اليوم هاي الإشاعات والكلام المغرض مدى يأثر بالزائرين، بالعكس اليوم إصرار مثل أيام المفخخات. إصرار وعزيمة فعلا. أيام المفخخات. فعلا. وأنا كدولة بالعالم ستة هبة،
وأنا أكو دولة بالعالم 50 مفخخة طق باليوم أستاذ نديم، 40 30 مفخخة، وإحنا نشوف الزوار يزودون يعني في كل مناسبة زيادة الزوار، يعني أكو تحدي وأسرار. موضوع الهجمات الإعلامية وأنا أطيش كراصد، إحنا قبل محرم رصدنا وجود عشرات الصفحات اللي ظهرت فجأة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الصفحات بأسماء وهمية، وأيضا بعض اللي يدعون حب العراق، بعض اللي يريدون الوطن وما شابه، شفناهم يعني يمهدون لعملية التسقيط بمنشورات كاذبة وكذا. أول موضوع اشتغلوا عليه وموضوع المخطوفين العراقيين اللي على أساس انخطفوا في إيران، نعم. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين بينت الحقيقة بين هم هذول المخطوفين كانوا يريدون يهاجرون برا العراق، ونازلين منشور وإذا بعصابة تنتظرهم. وفي كل دول العالم أكو عصابات، يعني مو في دولة معينة، كل دول العالم عدها عملية السرقة والنهب والخطف، يعني مو في دولة معينة. وانتهى هذا الموضوع، بعدين انتقلنا الموضوع اكو ناس مشهورين، يعني المفروض هذول المشهورين والصحفيين يكونون مثال فعلا يعني نقتدي به، واذا هذول يسقطون بالزوار وكلام بذيء جدا ينتقدون الازدحامات وقطع الزوار. نعم نعم يعني كلام يعني ما ممكن يطلع من انسان مثقف فعلا. كلام يدعو للابسلوت اجلكم الله ولا يعني مشروب وما شابه، وانا يعني عذرا من قناتكم الكريمه. وبدأ الموضوع يتوسع، بدأوا أكو مراهقين يتأثرون بهذول المشهورين، عملية تأثر، يعني أنا من أشوف هذا المشهور يحكي على الزائرين وأنا مراهق وعقلي غير مكتمل أخذ من عنده لأن أنا أعتبره قدوة. بس احنا بدون ذكر أسماء الكثير من الإعلاميات مع الأسف طلعا ومرشحات بالمناسبة لأماكن مهمة طلعا يشمتن بأموات، ترى أصعب شيء بالعالم أنت تشمتين الميت فعلا حقيقة، خصوصا وهم زائرين إيرانيين. نعم. زائرين ضيوف، الضيوف هذول مو ببيتي ولا ببيتك ولا ببيت أحد، هذول ضيوف عند الإمام الحسين عليه السلام وسووا حادثة بالشارع، شلون أشمت بيهم؟ أريد أعرف شلون، يعني هاي هذا حقد كبير حقيقة ترجم بهذه الطريقة. أطفال ماتوا خطيئة، أطفال يعني هي الحادثة تقول بأن جت سيارة تريلا وسوت حادثة ويا سيارة الزوار وراحوا بها أطفال، هل يا ترى أنا أمتلك شيء من الإنسانية من الشمة بطفل ميت؟ كيدا. عجيب جبا يعني مع الأسف. وبعد ذلك انتقلنا إلى المشكلة، هذول الأشخاص أنا مشخصهم وأيضا فريقنا الإعلامي مشخصهم بين هم كان عندهم نشاطات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سنويا تتجدد. نعم نعم، وشوفيهم دائما يحجون بالمثالية، دائما تباعين عليهم يحجون بالإنسانية والمثالية، زين أنتوا وين يعني وين مثاليتكم وين إنسانيتكم اللي تسوون هيك بزوار الإمام الحسين عليه السلام وهم ضيوف؟ بالإضافة أكو شغلة مهمة، هم هذول نفسهم ستهبة، بس انتبه على هاي النقطة. نعم. هم نفسهم أيضا قديش إحنا راضين من يجون سواح أجانب، صدقيني يعني يقوموا لهم بكل الواجبات، سواح من يجون ايضا بدون تشخيص مواقع اثريه في العراق يجون يتسوحون، تشوفين هم هذول نفسهم يفترون وياهم يقومون لهم بالواجب دعمين. ويعني تشوفيهم تصويرهم وفيديوهاتهم، لكن في الزياره عجيب ينقلب حالهم 180 درجه ويبدون يسقطون بالزوار. السبب هو اكو حقد سد، اكو حقد، اكو عقده، يعني هذا العقده ورثها النظام السابق صدام حسين، ورثها وخلاها في نفوس بعض العراقيين بأن يابا زوار الإمام الحسين كذا وكذا، وهو شغل اشتغلوا بيع حتى في مجال علم النفس، في مجال بث المعلومات الكاذبة، يعني أنت تصوري وصلت عند الإنسان معلومة بأن نهري دجلة والفرات يجون من إيران، يعني هاي خطأ جغرافي عظيم، يعني اللي يقول بأن نهري دجلة والفرات، الكل يعرف بأن نهري دجلة والفرات ينبعان يعني من تركيا، وتركيا مثل مقطع الماء علينا احنا بنقطع الماء من نعطيهم ماء، هاي ايش الخرافات الموجودة. نعم. وبالإضافة أكو شغلة مهمة جدا، بأن إحنا اليوم عشرات المواكب بكل دول العالم، يعني مو بس بالعراق، مو بس المواكب العراقية، ولو الثقل الأكبر على مواكب العراقية، نعم 90% مواكب عراقية، لكن أيضا الزوار عندهم مواكب خاصة بهم وتوزع وتقوم بواجبهم، لكن هناك حقد. لكن أيضا بالدول شفنا المواكب، الدول دول نعم دول كثيرة، لكن ما يوصل مثل المواكب العراقية، أكيد متميزين جدا العراقيين، هذا فشي فخر نفتخر إحنا به
قدام العالم كله يتبين احنا الكرماء، هذا الشعب الحقيقي اللي هو خادم صحيح وحقيقي للإمام الحسين عليه السلام. ما أتحدى أكبر دولة بالعالم توصل لكرم العراقيين. العراقيين في الزيارة الأربعينية ضربوا مثال عظيم للكرم، قلت لك أتحدى العالم كليته ما حد يوصل مثلنا. ولهذا يحاولون في كل سنة مثل ما تفضل أستاذ نديم، في كل سنة يحاولون بين يسقطون ويشوشون. وبالمناسبة يعني لحد ما راح تنتهي الزيارة ذكر كلامي راح تطلع بعد أمور، راح تطلع بعد تجاوزات، وأكو بعض التجاوزات من بثت من نشرت خوفا لان اكو تحرك من الداخليه من الامن الوطني. لكن حاربت الشائعات. نعم لغرض تسقيط الزياره، لكن الزياره باقيه دكتاتوريه كبيره عظيمه ما قدرت للزياره الحسينيه. فهذول يعني تفكيرهم محدود حقيقه. يعني احنا نستذكر يوم امس حين ذكرت يعني واقعه صفر او انتفاضه الصفر اللي قام بها النظام السابق تجاه الزوار وقمعهم وإعدام المئات من الزائرين، لكن أيضا ما قدر بهاي الأعداد وبالتالي انتصرت ثورة الحسين على الظلم. أستاذ نديم، اليوم السر من محبة الإمام الحسين لدى الأطفال تحديدا، نشوف المواكب بها أطفال يبكون على الإمام الحسين رغم هم يعني صغر يعني صغيرين بالعمر، نتفاجئ بهذا الشيء. ستي العزيزة، يعني البارحة قبل ما ادخل الاستوديو احكي لي اساسا لما كنت في زياره الامام الكاظم سلام الله عليه، انا وامشي واسبح لله سبحانه وتعالى اقول سبحان الله على هلا. شوف هاي الفطره عند الاطفال، يعني تشوفيه من شايل الرايه مع الامام الحسين او شايل، انا شفت احد الاطفال شايل سله مال مي قلاصات ويصيح يعني للزائر تفضل يا زائر اشرب ماء يا زائر وكل عطش الحسين يا زائر. شو هاي الفترة عنده مو بس يعني، بس أحب أضيف للأستاذ سرمت قبل شوية اتطرق ماشي، أنا أقول دول الجماعة الطوابير اللي دائما يسبقون الحدث وخاصة بالخصوص بعد ما صارتنا احنا جائحة كورونا، بدوا بأنه كثير من الناس يعني يشيعون إشاعة بأنه هاي ترى تتمرض، بأنه هذا الأكل يعني معرض للأشعة الشمس، معرض للتلوث كل شيء. فثارت ثائرتهم، بدأوا بأنه يريدون يلوثون مسامع الناس ويحدون من هاي الزيارة. ولكن احنا كنا نتوقع، بس من خلال الحديث وشفنا صفحات التواصل او حتى وسائل الاعلام وبالاحرى يعني انا خص بالذكر البارح عند الفضائيات، ما اريد اذكر اسمها حقيقة، فضائية معروفة كان طلع هو يدعي حبه للحسين بس مع الأسف كان يظهر فقط المسائل السلبية اللي تخص الزيارة الأربعينية في سبيل هو يدعي حبه للحسين ولطريق الحسين، ولكن بطريقة أخرى من أجل الحد من الوصول إلى طريق الحسين. ولكن احنا دائما نقول سبحانك يا إلهي على قدرته وعزته وجلاله بأنه يجعل من هذه الزيارة زيارة مليونية. وإحنا البارحة أقرنا أحد الإحصائيات بأنه إحنا من المتوقع توصل إلى 30 مليون زائر أحسن. تدخل مدينة كربلاء، وأنت لو تجين تباعين مدينة السعودية الحج وكل الدنيا يدرون بها الحج توصل مليونين يقلبون الأمة. وقبل 6 أشهر عندهم أنا وزارة عندهم وزارة الحج وشوفي، واحنا وذاك كله مرسومه لهم وخطط، واللي والزار اللي دا يروح بفلوس مو ببلاش يعني، دا يروح وهذا دا يروح هذا دا يروح. سبحان الله دا يجي احنا بدنا نتلقاه كبلد يعني كبلد العراق الكريم اللي يمتاز بالشهامه وبالكرم وبالاخلاق، ويعني دا يفتح بيته وقلبه قبل بيته دا يفتح قلبه ويتسع للزوار من تجي تباع عليه من يدخلون هالدخول المليوني. وهذا البلد اللي شوفيه احنا كل الدنيا انقلبت وتكالبت على هذا البلد الجريح اللي هو بلد العراق، ولكن شوفي بالكرم سبحان الله نتحدى فعلا. اي بلد مثل ما تطرق اساسا نتحدى اي بلد يعني نلقى. اذا ارجع الحديث ايش هالاطفال، احنا مو بس اطفال، نرجع بالمقابل وجه المقارنه لو نجي نشوف ذول كبار السن اللي نشوف هذا المتحدب، هذا اللي يمشي على عربانه، هذا اللي يمشي على يعني الكرسي المتحرك، هذا اللي جايبين هسه. الشيء المستغرب اللي ما يفوق العقل بانه يجينا من غير دوله،
من غير دولة دي يشيل الكراسي متحركة وعلى الأكازة ودي يمشي وما يقدر قوة يتنفس، والله سبحانه وتعالى يجعل بهذا طريق الحسين طريق شفاء وعافية لكل هؤلاء اللي قادمين إلى هذا البلد، بلد الإمام الحسين. نعم، يعني نشوف أيضا بيوت الزائرين اليوم أصحاب المواكب أيضا البيوت مفتوحة. نعم. يعني هم لا خايفين على أموالهم ولا اليوم المجوهرات الخاصة بهم انفتحت لاستقبال أكبر عدد من الزائرين. فاليوم شنو السر يعني من هذا الموضوع؟ حب الإمام الحسين سلام الله عليه، حب طريق أهل البيت. يعني وهذا مو احنا مو بالفطرة، الله سبحانه وتعالى جعلنا بالفطرة، احنا من دا نجي من نقول احنا حب نمشي على حب آل البيت. احنا مو انا قبل شوية طرقت قلت احنا مدى نفتح بيوتنا، مدى نفتح قلوبنا، ترى من دون نفتح قلوبنا بدنا نجي نعطيك يعني مثال بسيط والله العظيم الحقيقة واني مسؤول بانه من تجين تبع الانسان عنده امكانيه بسيطه كلش فعلا. ديجي يعني يقطع من قوته اليومي، يقطع من يجي يسوي على شكل سلفه، يجي يسوي على شكل قرض، يجي يقترض من زايد ومن استاذ سرمد ومن استاذ نديم ومن عندك الجلابش في سبيل يجي يريد يخدم يريد يفتح بيته. شوفين احنا البارحه والله العظيم البارحه يعني انطرق بيتنا احد اصدقاء اولادي زين لا وشفناه جايب الله سبحانه وتعالى وجايب كباب مال سوق، خل احكي باللهجه العاميه كباب سوق جايب، وجاي يريد يسوي لفات يوزع للزور. احنا قريب من المنطقة اللي هي تجمع زائرين، ركضوا أولادي، هذا جاب صمون، هذا جاب طماطم، هذا ما شنو سووا لفات، صارت عندهم الهمة. ونشوف احنا هذا الطريق مفتوح، بيوتنا مفتوحة، احنا لحد اليوم نشوف احنا بيوتنا مفتوحة إن شاء الله لزوار أبي عبد الله الحسين. هذا كله حبنا لآل البيت. يعني احنا بالأيام العادية حريصين على أغراضنا على منازلنا، ما نخلي شخص غريب يدخل لبيوتنا، لكن بأيام الزيارة نشوف كل شيء يتغير. ست هي مناطق على بكرة تبي هذا تفتحها، هي مو الذهب، والذهب يرخص وكل شيء، احنا ارواحنا قاعدة ترخص لهذا الطريق، طريق الجهاد هو علمنا، هو لولا الحسين وحب الحسين احنا ما مشينا بهذا الطريق، هذا الطريق الجهادي. وشو نحن لحد الان نقول احنا انت مثل ما طرقتي ذهب ملوك كله موجود كله دي تفتح. احنا قد تكون بيوتنا صغيرة الحجم، خلينا نقول المسافه هذا، بس اكو قصور تفتح بيوت قصور سبحانك الله فعلا. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من قاعد يجعل هاي البركه مفتوحه لزوار ابي عبد الله الحسين، هذا فشيء عظيم. هي عوفينا من البيوت، هي مدن كامله قاعده تنفتح، مدن كامله قاعده تنفتح لهؤلاء الزوار. وهذا طريق وطريق سهل، طريق الامام الحسين خلينا نفترض من بغداد الى كربلاء، هل يكون طريق سهل او من النجف الى كربلاء؟ وده تنجع لهاي المدينه اللي شوفيها الله سبحانه وتعالى، اللي الله سبحانه وتعالى جعل من عندها جنه. من يقولون سواء واحد يزور انا يقول انا جنه، اليوم في جنه زين بقعه من بقع جنه رب العالمين هي على ارض الواقع. نعم. انتقل استاذ سرمد، استاذ سرمد اليوم نشوف مشاركه جميع الطوائف بزياره الأربعين، ما الغايه او السر وراء محبه بقيه الطوائف للامام الحسين؟ هو الامام الحسين سلام الله عليه يعني مو بس للشيعه، الامام هو لكل الناس، والكثير اليوم من مواكب اخوتنا يعني بدون ذكر وتحديد شوفوا موجودين متواجدين يخدمون بالمواكب او هم عندهم مواكب خاصه، وشوفين هم هذول سبحان الله لو تجين تقعدين وياهم السولفين كلهم عندهم فد قضيه معينه ويا الامام سلام الله عليه، عندهم فد يعني احكي لك فد قصه واي والله انا يعني مسوي عليها تقرير صحفي. نعم. طفل لاحدى الطوائف يعني طفل يعني عيونه خضر استاذ نديم وفد شكله كلش يعني حلو، ف دي يلعب اتصور يعني حسب اللي قالوا لي عليه بالبيت، فقطعه قزاز وقعت في عينه، وتعرفين هاي العيون الالوان المميزه يعني تكون اصابتها ولا كلها يعني اصابات واضحه، بس يعني هاي سبحان الله يعني فسوت في الضجه في منطقه في احدى مناطق بغداد. فهو اجى فركها وهي قزازه وهو طفل، بحيث هذا العين كلها يعني تاذت جدا يعني قد تكون مزقت احسنت. فاكو رايه حسينيه والله يا ست هبه انا اقسم، وهاي قدام الجمهور هاي ما اعرف انا الفيديو كل قبل سنين نشرته، اتمنى اللي شايف هذا الفيديو يعني يعلق، والله العلي العظيم جابوا رايه الامام الحسين في هذه المنطقه مرفوعه في هذه المنطقه يعني مكان مميز مرفوع برايه الامام الحسين، والله 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 واي على ما اقول شهيد يعني خلوها على عين هذا الطفل، والله ثاني يوم عين الطفل سليمة قسما بالقرآن.
فهاي كرامة عظيمة. وشوفي الله سبحانه وتعالى لما يحب الإمام الحسين ما يعطي هاي العظمة وهاي الكرامة. أنا أتعجب من اللي قاعد يسقطون، من اللي قاعد يكفرون، من اللي قاعد يذبحون ويرمونا بأن أنتم ملحدين. إحنا ملحدين؟ أستغفر الله بأن نعبد غير الله سبحانه وتعالى. لكن أهل البيت لهم كرامة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، هاي كراماتهم، هاي بالله عليكم الملايين اللي قاعد تمشي للإمام الحسين عليه السلام. يعني شنو رب العالمين ما يحب الإمام الحسين؟ هاي الملايين اللي قاعد تمشي؟ لا بالتأكيد يحبه. وهذا المقام العظيم، هذا درس ست، هذا درس دي يقول رب العالمين إنه باعوا اللي يمشي بطريقي، هذا وضعه، هذا مقامه، هاي الناس اللي توصل. أكيد إحنا ما نوصل للإمام سلام الله عليه، بس هي هاي عبر نعتبر من عدها. هذا جانب. الجانب الآخر، أنا شخصيا أنا يمكن أول مرة أحكيها بالإعلام، وأنا مرات ما أحكي أمور الشخصية، بس أنا راح أحكيها. أنا تأخر عندي يعني ما يصير عندي خلفة، ففي أحد الأيام ومو يعني مو كثيرا أروح أمشي حقيقة بسبب يعني قد أكون متكاسل أعمال يعني. فأحد الأشخاص نصحني قال لي اذهب للإمام الحسين، والله العلي العظيم، والله العلي العظيم، وأنا يعني ما يصير كل ساعة أحلف، بس أنا دا يعني أحكي اللي صار بي. فتوجهت للإمام الحسين في زيارة الأربعين وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا الطريق اللي كله رحمة صدقوني. وراء يعني فترة بسيطة جدا بعد الزيارة الحمد لله والشكر وقع الحمل وصار عدي عباس، الحمد لله والشكر. وأنا واحد من الناس اللي توجهت للإمام ودعيت بحرقة وطلبت بين يشفع لي رب العالمين. قد أكون أنا عندي ذنب وهذا الذنب يعني واقف مدى يوصل دعائي بسببه، لكن الشفاعة موجودة ومذكورة في القرآن. وخلي يعرفون اللي ما يمشي في خط الحسين أنت الخسران، لأن هذا خط الحسين. الإمام الحسين عليه السلام هو سفينة النجاة، وهو خير من يشفع لي بعد رسول الله طبعا، وبعد الإمام علي، وبعد فاطمة الزهراء. لكن له كرامة عظيمة، وأنا من يعني واحد من الناس اللي جرب هاي الكرامة. ومن غير القصص الأمراض السرطانية، تعرفين أنا صحفي ومسوي عشرات التقارير الصحفية، وخاصة في طريق زيارة الإمام الحسين عليه السلام، عشرات بل مئات الكرامات اللي يا ما أمراض مستعصية ناس ذبت العدها والما عدها وما قدرت توصل نتيجة، لكن بدعاء بسيط عند الإمام الحسين عليه السلام وبنية خالصة، وإذا بها يستجاب دعائها. زين هاي المسائل اللي قاعدة تصير قدامنا، أنتوا صح وإحنا غلط؟ لا لا والله إحنا الصح، وإحنا نعرف طريق رب العالمين. خلي يعرفون زين، إحنا نعرف طريق رب العالمين، ونعرف رب العالمين جيدا، وعرفنا رب العالمين عن طريق الإمام سلام الله عليه. ولولا وجود الإمام كان هذا الإسلام انتهى وتدمر واندثر، لكن الإمام بدمه الطاهر، بدم أبو الفضل العباس، بخطبة السيدة زينب في قصر يزيد، احتي الإسلام، وإن شاء الله الإسلام يستمر رغم كل التشوهات وكل التسقيطات اللي قاعدة تصير، لكن بدماء محمد وآل محمد هذا سوف يستمر إن شاء الله. نعم إن شاء الله. خلينا ننتقل يا أستاذ نديم. أستاذ نديم، نشوف اليوم مواكب للسياسيين، ونشوف توزيع أموال وطبخ لهم، ليش ما نشوف هذا الشيء بالأيام العادية يسيرون على خطى الإمام الحسين، يساعدون الفقير اليتيم المحتاج؟ حقيقة هذا السؤال يعني بصراحة ينطرح على كل الناس، يعني مو فقط بالإعلام من جنابك وحضرتك. احنا دائما نقول هذا هي سفرة أبي عبد الله سبحانك يا إلهي، بأنه خلال هاي الفترة يصير بالفترة، ولكن هذا سؤال وجيه، يعني احنا نتمنى احنا نسأل هم كذلك للسياسيين دائما مفتوح، نقول انت كل ما عندك إمكانية والله مسخرها تجعل هاي سفرتك مفتوحة طيلة السنين، تنال كثير من الناس الفقراء اللي ما ينولون هذا الكرم. اكو ناس هواي متعففين، اكو ناس هواي بيمس الحاجة يعني هذه السفرة الممدودة على طول الطريق. اليوم كلامك يعني وسؤالك كلش حلو، مداخلة كلش حلوة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى خلال برنامجكم فضائيتكم الموقرة إن شاء الله تكون فد رسالة لكل السياسيين، بأنه يجعلون من ضرب أبي عبد الله الحسين هذا الضرب اللي معبد بكل أنواع الجهاد، أن يكونون هم يتحلون بأخلاق أبي عبد الله الحسين وبطريق الإمام الحسين، ويجعلون من ما يعني خلينا نقول من ما
يعني موجود، ما نريد نقول احنا كل املاكهم، ولكن ما يجود من عنده هو هذا الجود والكرم، بانه للناس المحتاج، للناس المعوزين، للناس الفقراء، للناس اللي هم ما قادرين يوفرون لقمه العيش. اليوم احنا فقط مو فقط للسياسيين، احنا لا نقول يعني حتى نكون يعني قاسين، ولكن للناس التجار، للناس الميسوري الحال، للناس المتمكنين. زين احنا مثل ما تطرقنا نقول بلدنا بلد العراق وبلد الكرم والخير وبلد الكرم. طبعا الكرم هو شنو؟ شجاعة. بما ان انت شجاع عندك وتمتلك هاي الشجاعة، خلي تكون سفرتك ممدودة للناس اللي قد ما تتمكن بانه توفر قوته ذاك اليوم، او خلينا نجعل من هذا اليوم يوم الاربعينيه مال الامام الحسين، هذا الطريق، الطريق الجهادي المعبد بكل الكرم وكل السخاء وكل اللي تشوفين. احنا مثل ما ارجع واقول اتطرق استاذ سرمد، ان شاء الله احنا الكرم موجود، نتمنى من الله سبحانه وتعالى من كل السياسيين، من الميسوري الحال، من التجار، ان لا يترددون ولا قيد يعني شعرايه بمد يد العون لهؤلاء العوائل، لهؤلاء الناس المعوزين، حتى لا نكون بانه احنا نجي عيننا على هذا وعلى ذاك بقدر ما نقول احنا بلدنا واحنا اولى به. ان شاء الله يا رب نكون، ارجع اقول لك من خلال قناتكم، من خلال سؤالكم، من خلال خلينا نقول اعلامكم الحر، ان شاء الله يوصل هذا صوتنا لكل العراقيين الشرفاء، وان شاء الله موجودين عندنا وايد شرفاء، لانه ما دوم احنا ماشيين بطريق الحق، طريق الحسين ابي عبد الله الحسين، طريق اهل البيت اللي كلهم اهل البيت، احنا ليس فقط الامام الحسين بقدر ما نقول كل اهل البيت عليهم السلام، زين لو لا هذا طريقهم، طريق الحق، بانه تنال من كرمهم كرم هؤلاء الموجودين الميسورين لسفرة هؤلاء الناس الخطية اللي ما تنالهم هاي الكرامة. نعم، اليوم الإمام الحسين حارب الظلم والفساد، بالتالي شو وقت نشوف السياسيين يمشون على خطى الإمام الحسين يبطلون فساد وظلم؟ احنا نتأمل ونتمنى، وعلى قولة بالله جل عمي يقول مللنا وسئمنا من المناشدات، لا لا بقدر ما نقول احنا عدنا نتأمل، ما دوم احنا الله سبحانه وتعالى عدنا موجودين واهل بيت الرحمه موجودين سلت وعين، واحنا ماشيين على هذا الطريق، نتامل بانه من السياسيين نقول كافي ظلم، الريد من الله ومنكم كافي لهنا وخلاص، هذا العراق باللهجه العاميه خطيه، العراق خطيه. يختلف احنا سلت تجين تبعين باقي الدول ما عندهم خيرات بقدر ما عندنا احنا بالعراق، ولكن مع الاسف السياسه اللي قاعد، السياسات اللي قاعده تتعاقد على هذا بلدنا، ما أريد احنا نشمل، احنا مع الاسف خلينا نقول الحكومه السابقه قد، ما أريد اقول انا بمفهومي الشخصي، دمرت العراق، زين لا، بس ان شاء الله نتامل من هاي الحكومه الحاليه ان شاء الله، وما لا نجعل بانه هذا اليوم خلينا نقول لقائنا لقاء يعني نتعمق بالسياسه وبعيدين عن السياسه، بس احنا عندنا امنيات، عندنا مناشدات، ناشد الحكومه بانه تكون نقول كافي، كلمة كافي لهذا الطريق اللي احنا ملينا من عندنا، يعني متنا اصبح 20 سنة، مو نقول بتراجع بس نريد نقول كافي، خلنا بدي بداية صحيحة ونقول يا الله، ونجعل ارجع ونرجع والصلب موضوعنا، نجعل من طريق الحسين هو اليوم طريق الحق وطريق المسير نحو النجاح ونحو الهدف اللي نريد نرسو عليه ونمشي على خطى اهل البيت عليهم السلام. نعم عليه السلام. انتقل يا استاذ سرمد، رؤيتك لزيارة الأربعين على مدى السنوات المقبلة؟ بس تعقيب على كلام. نعم. الله يحفظك. أي شخص وأي سياسي سرق هذا البلد أستاذ نديم، والله سيكون خصم الإمام الحسين عليه السلام. هاي القضية يعني مهمة جدا، خلي يفهمها بناء شعبنا. بين اللي مرات يعني أكو بعض السياسيين، بعض طبعا مو الكل، بعض يدعي حب الإمام سلام الله عليه وما شابه، وهو سارق، وهو ما متحق الناس، وما مأدي واجبة تجاه ناس اللي انتخبوا، خصم الإمام الحسين عليه السلام. وهيهات ستبه، هيهات لأي شخص يكون خصم الإمام، يعني هاي مصيبة، أنت توقف يا رب العالمين ويكون خصمك الإمام، لأن أنت قاعد تحكي باسم الإمام وكذا، هذا يكون خصمك، شاهد عليك، فهذا متورط حقيقة، ورطة كل كبيرة، ورطة كل كبيرة. أما أكو قضية مهمة جدا، الزيارة الأربعينية في قادم السنين، يعني راح نشوف
الأعداد في تزايد، يعني مو بعيد يمكن نوصل 30 مليون، يمكن 40 مليون، 50 مليون، الأعداد في تزايد. لكن يعني متعجب لحد الآن والله، أقول هاي المدينة الصغيرة شلون قاعد تستوعب هاي الأعداد؟ فعلا سبحان الله، شنو المي اللي رادلهم، شنو الأكل اللي رادلهم، شنو الإمكاني التفويج، السكن، يعني هاي ستبه هنا صار ندين. بالتأكيد أكو قدرة إلهية ووجود للإمام الحجة عجل الله فرجه. الإمام الحجة أنا على إيمان مطلق بأن الإمام متواجد في هذه الزيارة، وهو من يعمل على تنظيمها والله العلي العظيم. وهناك الكثير من الروايات والأحاديث تدل على وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فهذا موضوع يعني خارج عن ما نعرف، يعني هاي الأعداد وتزيد كل سنة، شلون قاعد تترتب، شلون قاعد تتنظم، سبحان الله. وأنا أتوقع مثل ما قلت ستنا العزيزة الأعداد في تزايد، لكن خلي يعرفون بين الأشخاص اللي قاعد يسقطون بزيارة الإمام سلام الله عليه، هو ما جاي ببيتك، ما جاي يأكل من زادك، هو جاي في زاد الإمام الحسين عليه السلام. ويا أخي لا تتورط ويا الأمة سلام الله عليهم، لا تتورط، يعني توقع نفسك بتهلك. يعني أكو واحد يتورط ويا الإمام سلام الله عليه، نذكركم الذاك اللي قصف قبة الإمام وقال أنت حسين وأنا حسين، وين وين بس فهمني وين هسه هو؟ وإحنا ما شفنا في الزوم ليوم زار إجا وجاع سبحان الله، تلقى لك دا أقول لك بركة عظيمة الله سبحانه وتعالى، بركة عظيمة، بركة عظيمة. فأنت شنو تتورط ويا الإمام سلام الله عليه؟ يا أخي ذول ضيوف الإمام، يعني والله إحنا نشوف مشاهد يعني نتألم عليها، لأن أنت قاعد تقدم خدمة عظيمة، يجون هذولة ولا ما شاء الله هي ما تشوه، بس مع الأسف هاي أيضا حالة سلبية ومو حلوة بحقنا. وإحنا أيضا من خلال منبركم الكريم ندعو القوات الأمنية، مو يطلع لي يقول لي أنا اعتذر، لا، هذا الاعتذار لأن إحنا قاعد نسمع وقاعد توصلنا معلومات، هو اتفاق صاير يستخدمون أسلوب الصدمة الإعلامية، يحكي وبعدين يعتذر، يعني عملية مرتبة. فالقوات الأمنية، جهاز الأمن الوطني، وزارة الداخلية، الأمن الحشد، بين عليهم بين يتعاملون بكل قوة مع هيك نماذج، يعني مو والله اعتذر وكافي، لا، احنا ما نريد هيك، لازم يتحاسب بالقانون على مود تكون عبرة لكل واحد، لأن هذول قاعد يدفعون بعض اللي عقلهم محدود يدفع بين يتجاوز على الزار. وقاعد نشوف الكثير من الفيديوهات المو صحيحة، واللي وصدقوني المعالجات تصير هي ردع، أي معالجة أمنية قانونية تصير يخافون. بس هم والله أنا أتعجب عليهم، منتبه أستاذ نديم، يعني ستبه منتبه عليهم، هو يسوي السالفة منها ويطلع يعتذر ورا شوية، يعني إذا الموضوع هو مرتب زين، أنت مو تقول أنا عندي قضية وعندي مبدأ وعندي كذا، ليش تعتذر ورا شوية؟ هسه والله ما أدري، يعني ما أعرف والله، يعني حتى هم فضحوا نفسهم وأصبحوا مضحكة للناس، لأن يحكي منا ويعتذر منا، هسه مو الناس كلها ضحكت عليكم، شوفوا التعليقات. هم المبدأ عفى الله عما سلف. ماكو عفى الله، لازم يتحاسب. بالإضافة أكو شغلة مهمة جدا، أنا حي من خلال منبركم الكريم كل الأصوات الحرة المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأولهم قناة دي دبليو وطن، حقيقة دبليو وطن، صوت عراقي شريف. تحية لكل القائمين، تحية لحضرة الستبة والبرنامج المعتمد، إسنادكم للقضايا العراقية، يعني إحنا محتاجين هيجي برامج، محتاجين هيجي قنوات. اليوم إحنا مبتلين، اليوم أكو قنوات إعلامية مختصة بحرق العراق، مختصين والله إعلاميين ما عندهم لا ذمة لا ضمير، يستلذون بدمائنا، يريدون يكبرون أي شيء سلبي بحيث تشوف التركيز على السلبيات أكثر من الإيجابيات. بالله عليكم هاي الزيارة الأربعينية اللي كلها إيجابيات، إحنا ما شفنا هاي القنوات متواجدة، شفناهم نعم بطولة خليجي 25 نعم إيه. أوكي بالعراق بس بالإنصاف غير، أيضا أشوف لأن الخليجي 25 هي كانت إحماء هنا المباراة مثل ما يقولون هنا الشغل الحقيقي، هنا هو الخدمة الحقيقية اللي شفتوه، ترى بخليجي 25 هو إحماء، لكن لو كان عندكم انصاف كان تواجدتوا بين المواكب وشفتوا الخدم. اليوم الخدم اذا خلص الزوار ما فاتوا من يمه بعد، والله يبكون بكي بحرقه، يعني يا شنو هاي، يا والله العظيم المفروض اليوم يعني تقارير صحفيه ما تسكت ولا تقعد على اللي قاعد نشوفه بالزياره الاربعينيه، شنو زاير ما يخدم، صارف العنده والما عنده في خدمه الناس، يبكي من تنتهي الزياره، عجيب، هذا ما شفناه والله العظيم في كل دول العالم ابدا ولا راح نشوفه.
فعلا أكيد طبعا نشكر رب العالمين والإمام الحسين اللي يخلينا في كل عام نواكب مراسيم الزيارة وإحياء العشر من عشرة وأيضا زيارة الأربعين. إحنا إن شاء الله مستمرين على هذا المنهاج في كل عام من أجل التغطية الإعلامية، وأكيد نشكر كل كوادرنا اللي تساهم بهذا الموضوع وتحديدا مراسلينا بكل المحافظات اللي يساهمون بنقل الزيارة وأيضا يعني نقل صوت الزائرين من خلال قناة وطن دبليو تي في وأيضا جميع البرامج الخاصة بقناة وطن. فشكرا أيضا للقائمين على هاي القناة. أنتقل لأستاذ نديم، اليوم برأيك هل كربلاء هي بحاجة إلى توسعة عمرانية لاستيعاب الأعداد المتزايدة في كل عام؟ شيء أكيد، بس قبل ما اتطرق لهذا الموضوع انت قدمتي شكر استاذ سلمى، قدم شكر، لابد ان لي انا اقدم شكر للقوات الامنيه. نعم حسن. اكيد احنا عندنا سؤال ابطال الحشد عليهم. الشعبي نعم. لتامين هذه الزياره المليونيه، طبعا زياره لم تكن يعني زياره حال الزيارات، تدرين هي زياره مليونيه يعني ومن جميع انحاء العالم، يعني مو مليونيه مليون، لا مليونيه فشوفين احنا لابد ان نقدم شكرنا وتقديرنا للقوات الامنيه وابطال الحشد الشعبي وكل اصحاب المواكب البطله اللي اخذوا على عاتقهم مو فقط الطبخ، حتى نكون يعني نكون صادقين وحتى نوضح صوره اكثر يعني وضوحا بانه هنالك مواكب لم تقدم فقط الطبخ والاكل والمنام بقدر ما اكو هناك مواكب امنت مسير طريق ابي عبد الله الحسين من خلال تواجدهم من خلال حراستهم. وتلاحظين احنا وقبل السنوات اللي راحت كانت هجمات يعني كلش قويه، اكو كان طريق يعني مزروع بالارهاب، مزروع بالحقد، مزروع بالكره، مزروع بالارادوا يموتون هاي الشعيره الحسينيه، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الابطال هؤلاء القوات الامنيه وقوات الحشد والمواكب والناس الخيره. شوف فارجع الموضوع انا بانه كربلاء بامس الحاجه، يعني انا هم ارجع نقول احنا حتى الان نعبر عن موضوعنا، بس نرجع ونقول امنياتنا للحكومه العراقيه بان توضع ميزانيه خاصه لمثل ما توضع ميزانيات اللي اكو قد تكون مناسبات احنا في غنى عنها، ولكن هذه مناسبه مليونيه، مناسبه عظيمه، مناسبه كبيره، توضع في ميزانيه خاصه لمدينه كربلاء هذه المحافظه. انا ما اريد اقول صغيره بحجمها ولكن كبيره بعطائها، كبيرة باستقبال الناس، بيوت كربلاء، أهالي كربلاء بحاجة إلى عمران، بحاجة إلى تعبيد الطرق. إحنا صارنا إحنا كنا نعلل، سأرجع الموضوع نعلل بأنه إخفاقاتنا بأن زمن ذاك النظام الهدام كان يقطع الطريق، ولكن إحنا أصبحنا صارنا 20 سنة بعد سقوط النظام هذا اللي صار التحرير، وصار هذا 20 سنة إحنا ما عبدنا في الشارع الى طريق ابي عبد الله الحسين. وشوفين اكواني اسمع من طريق صفحات التواصل الاجتماعي او الفضائيات او الاعلام بانه هناك كثير من الدول جاي اليوم يريد يزرع شجره، يزرع نبته، يزرع فشي، احنا خلينا نزرع نجعل في سنه من السنوات هاي خلينا نقول نظلل هذا الطريق بالاشجار، نظلل الطريق بكان يكون طريق معبد لزوار ابي عبد الله الحسين. نكون نتمنى من الله سبحانه وتعالى بانه يوسعون البنى التحتيه في مدينه كربلاء، بناء مساكن، بناء فنادق، يكون فنادق مفتوحه، مو نسمع بين خلينا نقول من هنا بانه اسعار الفنادق تصعد تصعد الاسعار ويصعدون الاسعار، بل البيوت احنا ما عندنا شغله نهائيا لانه البيوت بيوت اهالي كربلاء اهل الكرم الناس خطيه فاتحين بيوتهم وكل العراقيين فاتحين بيوت. ولكن هناك من ضعاف النفوس من يستغل هذه المناسبه من يجي يزيد اسعار السكن في الفنادق. نرجع ونقول حتى السلع والمواد الغذائيه يعني المفروض ترخص اليوم في سبيل يعني الناس تقدر تطبخ للامام القديم. احنا باقي هاي المواد الغذائيه سوف تجي للواقع من كرامه الامام الحسين، لو تشوفين كل المناسبات المواد الغذائيه من تصعاد تاثر على قيمه الفرد، ولكن بهذه المناسبه العظيمه سبحان الله تلقيه كانما الدنيا بردا وسلام. ليش؟ لان الناس دا تشتري دا تاخذ دا تقدم دا تنطي للناس. وشوفي
فالشوبين خلينا نقول الدير وحطينا كربلاء. انا واحد من الناس سو كثير ومو انا قاعد كثير. نعم. انت واستاذ سلمد والدنيا كلها من تروح سبحان الله ما يصرف دينار من جيبه يروح ويرجع مجوز مجرد فقط الاجره مال الراحه والجايه، ولكن كلها طريق اكل خير من الله. وعلى قولتهم يقولون ما لذ وطاب، شنو اللي كنا بوفيه مفتوح يعني. بوفيه مفتوح ايه والله يعني هسه نشوف حتى افضل افضل من بوفيهات يعني هذا المطاعم على قولتهم يقولون الكنتاكي والمطاعم الراقيه كلها موجوده لهم برجر ويعني وشغلات صحيه ده تتوفر. احنا هذا من جانب بس نقول نرجع ونقول يا ريت يا ريت بانه تلتفت الحكومه العراقيه، واحنا خلينا نقول امنا بالسيد رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس محمد الشاع السوداني بانه هو امل العراقيين ان يكون يهتم بهذه الشعيره ويوفر لها عن طريقه وعن طريق الحكومه مالتنا وعن طريق البرلمان وعن طريق كل يعني شريف بهذا بلدنا بانه يوفر فد ميزانيه خاصه لهذه المدينه من اجل بناء بنى تحتيه لاستيعاب هذه يعني مو أريد أقول الحشود المليونية بقدر ما أريد نقول مناسبة تلم تظهر. إحنا ليش نبغى على السعودية نرجع نقول كل سنة نروح نلقاها بانية فنادق فعلاً وفاتحة طرق وفاتحة أنفق يعني هاي رغم معدات يعني رغم معدات قليلة وشوفيه وهي لو تشوفين المدينة لو شوفيه خلينا نقول إن شاء الله يا رب الله يقسم لك يقسم كل واحد. إحنا اللي شفناه خلينا نقول منطقة صحراوية كلها جبال وما بيها ولكن أرض العراق أرض الخير أرض العطاء. انت من تجي وتهتم تجعلها قبلة للعالم الاسلامي كله وخليه من يجي هناك الزائر يجي هنا يحس بامان وراحه وسكينه. وان شاء الله نرجع ونقول امنياتنا من هذه الحكومه ان تلتفت لهذه الالتفاته ان شاء الله نتامل. شكرا لك استاذ نديم البلداوي الناشط التربوي، شكرا لانضمامك اليوم، سعيدين باللقاء بحضرتك. الله يسلمك. شكرا لك استاذ سلمى السلام الاعلامي، تحياتنا لك. قبل الختام أحب أوجه شكر لكافة قواتنا الأمنية بكافة صنوفها على نجاح أو إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين، وأيضا شكر خاص لحشدنا الشعبي اللي في كل زيارة وكل مناسبة أيضا نشوف جهودهم المباركة. وإن شاء الله زيارة الأربعين تبقى شوكة بعين كل حاقد وتزايد بالأعداد ببركة الله والإمام الحسين. وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا، إلى اللقاء.